السلام عليكم. اليوم سنروي قصة بطل إيرث ريلم لوكانغ وعن أبرز الأحداث التي مرت في حياته. لوكانغ يعتبر من أوائل شخصيات مورتال كومبات، وكان البطل في العقد الأول من السلسلة، وهو يعتبر من أعظم محاربي إيرث ريلم وأكثرهم قوة، فهو يتقن أساليب عديدة من فنون القتال، كذلك استخدام اللهب، ولديه القدرة على التحكم بقوة التنين. لوكانغ عندما كان يتيما تم أخذه بأمر من نور معبد شاولن المخبأ في جبال مقاطعة هونان الصينية ليتم تدريبه على تعاليم كونغ لاو العظيم. موهبة لوكانغ في القتال والدفاع عن النفس جذبت انتباه الإلدر جاد ريدن. ريدن كان ينظر إليه بأنه الأمل الأخير للدفاع عن الأرض، فقام بتوصية معلم فنون القتال من أوت وورد بورايشو لتعزيز تنمية المقاتل الشاب. وبعد سنوات قام ريدن بضم لوكانغ إلى مجتمع وايت لوتس، وهو مجتمع سري قام ريدن بإنشائه للدفاع عن الأرض. في أحداث الجزء الأول من مورتال كومبات تمت إقامة الجزء العاشر من بطولة مورتال كومبات، البطولة التي يشارك فيها مختلف المقاتلين من مختلف العوالم. تم استدعاء لوكانغ من قبل زعيم مدرسة شاولين للانضمام إلى البطولة وهزيمة تشينغ تسونغ. وعندما شق طريقه إلى البطولة تعرف على الممثل جوني كيج وعميلة القوات الخاصة سونيا بليد وأصبح صديقا لهما. لوكانغ يعلم أن أوت وورد فازت بالبطولة 9 مرات على التوالي، فلو فازت هذه المرة سيكون مصير إيرث ريلم في خطر. لم يتوقع المنافسين صعود لوكانغ في البطولة، فحصل بالنهاية على الأحقية في تحدي غورو بطل مورتال كومبات الحالي، لكن تمكن لوكانغ من التغلب على غورو فأصبح البطل الجديد. وبعدها قام بقتال تشينغ تسونغ وتمكن أيضا من هزيمته وتحقيق السلام للأرض، ثم غادر لوكانغ جزيرة تشينغ تسونغ. عندما عاد لوكانغ إلى منزله وجد العديد من أشقائه من مدرسة شاولين الذين قتلوا من هجوم شرس من قبيلة تركاتا. غضب لوكانغ وقرر الذهاب إلى أوت وورد بدافع الانتقام والدخول في بطولة مورتال كومبات، لكن هذه المرة بدعم من مجتمع وايت لوتس وبرفقة صديقه المقرب كونغ لاو، وكذلك برفقة ريدن وسب زيرو وسموك وسونيا وجاكس وجوني كيج. وفي أثناء البطولة قابل لوكانغ الأميرة كيتانا، ومع مرور الوقت وقع في حبها. لوكانغ لم يكن على دراية بطبيعة بطولة مورتال كومبات في أوت وورد، لكنه شارك على أي حال، وهناك تغلب على كينتارو وتشينغ تسونغ، وبالنهاية قام بمواجهة شاو كان وتمكن من فعل المستحيل، التغلب على الإمبراطور شاو كان. شاو كان لم يتقبل تلك الهزيمة، فأمر قواته بالهجوم على إيرث ريلم وتدميرها، فتحتم على لوكانغ ورفاقه العودة سريعا إلى إيرث ريلم استعدادا للحرب. وبعد عودتهم إلى إيرث ريلم بدأ لوكانغ جنبا إلى جنب مع كونغ لاو بتدريب جيل جديد من محاربي شاولن، إلى أن يتم مقاطعتهما من قبل غزو أوت وورد. قام شاو كان بإرسال جيشه إلى أقوى محاربي الأرض، لكنه اختار أن يواجه لوكانغ وأيضا كونغ لاو. قام شاو كان بتنفيذ ضربة قاتلة كادت أن تودي بحياة كونغ لاو. غضب لوكانغ وقام بقتال شاو كان وقام بهزيمته مرة أخرى، مما تسبب بعودة الإمبراطور وجحافلته إلى أوت وورد، وأيضا استعادة أرواح الناس التي قام شاو كان بسرقتها. فشكرت كيتانا لوكانغ على جهوده في إنقاذ كلا العالمين. في وقت ما سافر لوكانغ إلى أمريكا باحثا عن جيل جديد من محاربي شاولن ليقوم بتدريبهم، وهناك التقى بصديقه القديم كاي، ثم عادا الاثنان إلى الصين حيث قام بتدريب كاي ليكون محارب شاولن. لكن في تلك الأثناء هرب الإلدر جاد الأسبق شينوك من نذر ريلم وتوجه إلى إيدينيا من خلال منفذ، وقام بأسر الأميرة كيتانا. علم لوكانغ بأمر كيتانا فقرر الذهاب بنفسه إلى نذر ريلم لإنقاذها، لكنه لم ينجح بالأمر، ثم عاد إلى إيرث ريلم لجمع بقية المحاربين للدفاع عن الأرض ومساعدة معلمه ريدن. وفي النهاية تمكن لوكانغ ورفاقه من هزيمة شينوك وإنهاء هجومه على الأرض. لوكانغ كان معتقدا أنه خسر كيتانا إلى الأبد، لكنها ظهرت أمامه من خلال بوابة من إيدينيا وشكرتها على كل ما فعله، وعرضت عليه أن يشاركها العرش في إيدينيا. ومع ذلك وعلى الرغم من أنه أحبها وأعجب بالعرض الذي قدمته، إلا أنه رفض عرضها نظرا لمسؤولياته كبطل مورتال كومبات، فتحتم عليه فعل ما هو صائب. لسنوات عديدة كان لوكانغ مستمتعاً بالعيش بسلام، لكن ذلك السلام لم يستمر طويلاً عندما تم الكشف عن خطط التحالف المميت لاغتيال بطل مورتال كومبات. تشينغ تسونغ كان متنكراً بكونغ لاو عندما كان لوكانغ يمارس التدريب. علم لوكانغ بأمر تشينغ تسونغ المتنكر وقام بقتاله وكاد أن يتغلب عليه، إلى أن أتى مستحضر الأرواح كوان شي وقدم المساعدة. استغل تشينغ تسونغ الوضع وبالنهاية قام بكسر رقبة لوكانغ، وبهذه البساطة قتل بطل مورتال كومبات. قام بعدها تشينغ تسونغ باستهلاك روح لوكانغ ثم غادره. علم كونغ لاو بموت صديقه لوكانغ وقام بوضعه في أكاديمية ووشي، وهناك تم بناء ضريح لتكريمه. وفي ذروة الأحداث وحينما ظهر أوناغا أمام عاصفة الأرواح، كان ريدن وتشينغ تسونغ وكوان شي في محاولة لإيقافه. لوكانغ كان يراقب تلك الأحداث كون تشينغ تسونغ وضع روحه بداخل تلك العاصفة، وبالنهاية أدرك ريدن أن عليه تدمير المكان حتى يمنع أوناغا من الحصول على الأرواح.
ذلك الانفجار دمر القصر وعاصفة الأرواح، وبذلك تم تحرير الآلاف من الأرواح ومن بينها روح لو كانغ. فتوجه لو كانغ إلى أوتوور للمساعدة في الحرب ضد أوناغا، لكن بطريقة ما قام ريدن بإعادة إحياء جسد لو كانغ لكن على هيئة زومبي. ذلك الجسد كان بلا روح. ريدن قام بإرساله للقيام بالفوضى لكل من يقف في طريقه، فقام جسد لو كانغ بقتل الكثير من الناس أبرياء كانوا أم لا. علم لو كانغ لاحقا بأمر إعادة إحياء جسده، وعلى الرغم من أنه ليس مسؤولا عما قام جسده بفعله، إلا أن لو كانغ شعر بالندم والمسؤولية تجاه جرائم جسده. بعدها علم لو كانغ أن رفاقه قد لقيوا حتفهم من قبل أوناغا والذي قام بالاستيلاء على أرواحهم. وفي وقت ما قام لو كانغ بالتحالف مع النينجا الغامض إرماك، فكان الاثنان لديهما مهمتين لإنجازها، الأولى محاولة إنقاذ رفاقه من أوناغا، والمهمة الثانية إيقاف جسده من القيام بالمزيد من الفوضى. لو كانغ علم بشأن شوجينكو ومحاولاته لإيقاف أوناغا، فقام لو كانغ بكل سرور بتقديم المساعدة لشوجينكو بتدريبه على بعض أساليبه، وبرفقة إرماك نجح لو كانغ في إنقاذ رفاقه من استعباد أوناغا، وكان سعيدا بعودة الجميع وبالأخص حبيبته كيتانا. لكن بقي للو كانغ مهمة واحدة وهي استعادة جسده. وفقا لقصة نايت وولف، كانت كيتانا تحتفظ بروح لو كانغ وكانت قادرة على الحفاظ على طاقته إلى أن يتم العثور على جسد لو كانغ وإعادة شمله بجسده. قامت كيتانا لاحقا بنقل روح لو كانغ إلى نايت وولف ليصبح كمرساه روحية للو كانغ. لاحقا وفي أثناء الحرب الفانية ظهر جسد لو كانغ ليواجه خصمه اللدود والذي قام بقتله تشينغ تسونغ. تمكن جسد لو كانغ من إيقاف تشينغ تسونغ من الوصول إلى قمة هرم أرغوس، مما أدى إلى إعادة شكله المسن. ومع الأسف قتل نايت وولف في نهاية تلك المعركة كبقية المقاتلين، ولا زال روح لو كانغ عالقا بداخله فلم يتمكن من العودة إلى جسده. ريدن وبعدما قام بإعادة الزمن إلى الوراء، لو كانغ وجد نفسه في بطولة مورتال كومبات الأولى. حينها سأل ريدن عما يشغل تفكيره، فرد عليه ريدن قائلا: لا تشغل بالك. لو كانغ كان حاضرا ليشاهد مباريات البطولة بداية مع جوني كيج، وأيضا قدم المساعدة لصديقه المتهور كونغ لاو عندما أقحم نفسه إلى البطولة. وبعدها قام ريدن بالبدء بجمع محاربي إيرفريلم استعدادا لما هو قادم. لو كانغ وفي أول ظهور له في البطولة قام بمواجهة إرماك، وذكر تشينغ تسونغ أن لو كانغ هو آخر المقاتلين من الأرض، لذلك مصير إيرث ريلم يعتمد على نجاح لو كانغ في البطولة. لكن قام لو كانغ بهزيمة إرماك. وفي وقت لاحق وحينما كان لو كانغ يتدرب، تحدث إليه ريدن وقال أنه تلقى رسالة من نفسه من المستقبل. مضمون الرسالة أن على لو كانغ الانتصار. ثم رحل ريدن لتأتي بعده الأميرة كيتانا في محاولة لاغتياله بأمر من الإمبراطور شاو كان. قام لو كانغ بهزيمة كيتانا وطلب منه أن يقوم بقتلها بسبب فشلها في مهمتها، لكنه رفض طلبها قائلا أنه يأمل بأن يقابلها مرة أخرى لكن تحت ظروف مختلفة. لاحقا توجه لو كانغ لقتال كوانشي وسكوربيون في معركة ثنائية، لكنه تغلب عليهما على الرغم من فرق العدد. ثم قام تشينغ تسونغ بإرساله إلى عارين غورو ليقوم بمواجهته، فقام لو كانغ بالتغلب عليه. عاد لو كانغ مجددا لمواجهة خصمه الأخير تشينغ تسونغ وقام بالتغلب عليه، وبذلك انتظر لو كانغ في البطولة لإنقاذ إيرث ريلم. لكن وبالرغم من فوزه لا زالت تميمة ريدن تزداد بالتصدع، وهذا لا يبشر بالخير. تم إقامة احتفال في أكاديمية ووشي تكريما للو كانغ بفوزه في بطولة مورتال كومبات، إلى أن قام تشينغ تسونغ بمقاطعتهم وإرسال قبيلة تاركاتا إلى الأكاديمية. بعد ذلك شرح ريدن للجميع أن شاو كان لم يكن راضيا بنتيجة البطولة، فقام بالإعلان عن بطولة أخرى في أوتوورد لتحدد مصير إيرث ريلم، وأيضا عليهم إنقاذ زميلتهم سونيا والتي تم أسرها من قبل شاو كان، فتحتم عليهم الذهاب إلى أوتوورد. وبينما كانوا في أوتوورد ظهرت السفاحة جيد لتخبرهم بأمر احتجاز كيتانا وإعدامها لاحقا في حلبة القتال. لو كانغ وبعدما تجادل مع ريدن بشأن إنقاذ كيتانا توجهوا برفقة كونغ لاو إلى برج السماء لإنقاذها بينما يشارك الباقين في البطولة. وعندما وصلا إلى هناك اكتشفا أنه قد تم نقل كيتانا. توجها الاثنان مع شيفا ونوب سايبوت وكذلك غورو وقاما بهزيمتهم جميعا، فعلما في النهاية أن كيتانا لا زالت على قيد الحياة وأنها في الغالب محتجزة في حلبة القتال، فذهبا مسرعين لإنقاذها. وعندما وصلا إلى الحلبة ذهب لو كانغ لإطلاق سراح كيتانا. ريدن كان يريد من لو كانغ الانضمام إلى البطولة، لكن كونغ لاو تقدم بدلا منه. قام كونغ لاو بمواجهة كل من تشينغ تسونغ وكوانشي وكينتارو وتمكن من هزيمتهم جميعا. وبينما كان كونغ لاو يتفاخر بهذا الانتصار، قام الإمبراطور شاو كان بقتله بدم بارد مما أثار غضب لو كانغ. ريدن كاد أن يتدخل لكنه سمح للو كانغ بقتال شاو كان. وبالنهاية قام لو كانغ الغاضب بهزيمة شاو كان وقام بتنفيذ لكمة نارية قاتلة، وبذلك انتصر محاربي الأرض لأجل وطنهم. لكن الضريبة كانت موت صديقه كونغ لاو. ريدن تحمل مسؤولية ما حصل وقال أن هذا خطأه، على الرغم من أنه كان من المفترض من لو كانغ أن يشارك في القتال منذ البداية. لكن وحتى مع فوز لو كانغ في البطولة مرة أخرى لا زالت تميمة ريدن تتصدع أكثر فأكثر،
وعلى الرغم من ذلك شاوكان لا زال على قيد الحياة، فأمر شاوكان جيشه بالهجوم على إيرث ريلم منتهكا بذلك اتفاقية السلام. بعدها بفترة توجه ريدن ولوكانغ إلى الإدرغات لإقناعهم بإيقاف شاوكان، لكنهم وللأسف لم يقدموا أي مساعدة. وفور عودتهما إلى إيرث ريلم وجدا غالبية المقاتلين قد لقوا حتفهم من قبل الملكة سنديل، إلى أن قام نايت وولف بالتضحية بحياته للقضاء عليها. توجه لوكانغ إلى كيتانا لإنقاذ حياتها، لكنه للأسف تأخر وبالنهاية توفيت من جروحها. وبينما كانت متوفاة بين قبضتيه، لوكانغ بدأ غاضبا ومستاء من ريدن بسبب اعتماده على الإلدرغات. ريدن اقترح بأن يذهب إلى كوانشي والذي بإمكانه إعادة إحياء الموتى. حينها استغرب لوكانغ من ريدن وقام بوصفه بالجنون لطلبه المساعدة من شخص مثل كوانشي، فلم يذهب معه إلى نذرالم. وبعدما عاد ريدن إلى إيرثرلم أدرك بالنهاية أن رسالة عليه أن يفوز والتي تلقاها من المستقبل كانت موجهة إلى شاوكان، فإن قام شاوكان بدمج العالمين والانتصار في الحرب سيتدخل الإلدرغات لتقديم المساعدة. رفض لوكانغ بالسماح لشاوكان بالفوز وقام بقتال ريدن. وبعدما هزم من ريدن دخل شاوكان إلى إيرثرلم. لوكانغ كان يحاول منعه من الدخول لكن ريدن لم يسمح له بذلك. غضب لوكانغ وهاجم ريدن بقبضة نارية، لكنه بشكل خاطئ قام ريدن بصعقه، وبسبب قوة لوكانغ النارية تعرض لحروق شديدة. ريدن كان يتوسل إلى لوكانغ لمسامحته على فعل ذلك، ليرد عليه لوكانغ بكلماته الأخيرة قائلا: لقد قمت بقتلنا جميعا. وبعدما قام ريدن والإلدرغاتز بهزيمة شاوكان، قام ريدن بأخذ جثة لوكانغ. في أحداث مورتال كومبات إكس ظهر لوكانغ ولأول مرة في نذر ريلم، وكان تحت أمرة مستحضر الأرواح كوانشي بعدما قام بإعادة إحيائه على هيئة طيف. وكانوا متوجهين إلى قلعة كوانشي لانتظار وصول ديفورا مع تميمة تشينوك. ومع اقترابهم من القلعة تم نصب كمين من قبل القوات الخاصة بقيادة جاكس وكينشي وبمساعدة سارينا. وبينما كان بقية محاربي كوانشي يقاتلون القوات الخاصة، كان لوكانغ في طريقه لإيصال كوانشي إلى بر الأمان. وفور وصولهم إلى هناك تبعهم جاكس والذي يحاول القبض على كوانشي وإرساله إلى إيرث ريلم. حاول لوكانغ إيقاف جاكس معربا عن ازدرائه من عودة جاكس إلى جانب ريدن، ليرد عليه جاكس بأن ريدن يبذل قصارى جهده لإنقاذ إيرث ريلم. رد لوكانغ بقوله أن ريدن هو من تسبب بقتله وقتل الجميع. تقاتل الاثنان وتمكن جاكس من هزيمة لوكانغ وقام بالقبض على كوانشي. لاحقا ظهر لوكانغ جنبا إلى جنب مع كونغ لاو وكيتانا وسينديل وسموك في إيرث ريلم بعدما تم إطلاق سراح شينوك، فتعهد لوكانغ ومن معه بولائهم لشينوك. لوكانغ بلغ شينوك عن وجود قوة بشرية غير مرغوب فيها في نذر ريلم، لكن شينوك قال أنه سيهتم بالأمر لاحقا. ثم قاموا بأسر جوني كيج وتوجهوا إلى معبد السماء، وهناك قام شينوك بهزيمة بورايشو وقام باستنزاف طاقته باستخدام التميمة إلى أن تدخل ريدن. لوكانغ سأل شينوك عما إن كان بإمكانهم قتل ريدن، لكن شينوك قال أنه لن يقتله الآن وإنما سيقوم بحبسه وتعذيبه كما فعل له ريدن في الماضي. قام المقاتلين بضرب ريدن ضربا مبرحا إلى أن سنحت الفرصة لريدن بصعقهم، فقام بقتال كونغ لاو. بعدها تواجه ريدن مع لوكانغ، فكان قتالا بين المعلم وتلميذه. ريدن حاول أن يقنع لوكانغ بأن هذا ليس مصيره، ليرد عليه لوكانغ ساخرا: أهذه رؤية جديدة يا ريدن؟ ألا زلت ترى المستقبل؟ أوضح ريدن أن ما حصل في السابق كان حادثا وأنه الآن يعلم ما الذي يجب فعله. لوكانغ شكر ريدن على تحريره، والآن وتحت أمر شينوك سيساعده على تدمير بقية الإلدرغات. تقاتل الاثنان وتمكن ريدن من هزيمة لوكانغ. لاحقا وبعدما وصل فريق كاسي كيج إلى معبد السماء، كان لوكانغ يتناقش مع البقية حول خطط شينوك للتغلب على إيرث ريلم وكذلك الإلدرغات. ذهب لوكانغ برفقة كونغ لاو وسموك للبحث عن البوابة المؤدية للإلدرغات، لكنهم عادوا مجددا عندما علموا بشأن كاسي كيج ورفاقها. قاما تاكيدا وجاكلين بإشغال لوكانغ ومن معه بما يكفي، بينما يدخلا كاسي كيج وكونغ جين لإيقاف شينوك. وبعد هزيمة شينوك عاد لوكانغ ومن معه إلى نذر ريلم. بعدما تمت هزيمة شينوك، وجد لوكانغ مكانا شاغرا ليصبح امبراطورا في نذر ريلم وبرفقة الامبراطورة كيتانا. لكن قام ريدن بتهديدهما راميا رأس شينوك المقطوع والذي لا يزال على قيد الحياة. ريدن وبعدما قام بسحب قوة جنسية الفاسدة تغير بشكل تام، وذكر أنه لن يقوم بالدفاع عن إيرث ريلم بعد الآن، وإنما تواعد من يهدد إيرث ريلم مصيرا أسوأ من الموت. ثم رحل ريدن تاركا لوكانغ وكيتانا في حيرة من أمرهم. عموما هذه كانت قصة لوكانغ. شاركونا آراءكم عن القصة وما الذي قد يقوم لوكانغ بفعله في الجزء القادم من مورتال كومبات كونه امبراطور نذر ريلم الجديد. وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. شكرا لكم على المتابعة، وحتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.